بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الله عليك حمد ما شاء الله علم خلق الإنسان علمه البيان في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تطغوا في الميزان والسماء وضعها للأنام
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي تكذبان كل من عليها فان
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا
السماء فكانت وردة كالدهان. الله فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي قام ربي جنتان؟ الله فبأي خاف مقام ربه جنتان؟ صدق الله العظيم.